رياضيا، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، تنطلق الدورة 26 من رالي أبو ظبي الصحراوي في الفترة من 2 إلى 7 أبريل المقبل، حيث تشكل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة لسيارات فيا، والجولة الأولى من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية فيه. يستعد السائقان الإماراتي الشيخ خالد القاسمي والقطري ناصر العطية للمشاركة والتتويج في لقب رالي أبو ظبي الصحراوي الذي ينطلق الأسبوع القادم في صحراء المنطقة الغربية في العاصمة أبو ظبي، حيث يصنفان في المركزين الثاني والثالث على الترتيب في الدورة 26 للرالي. يذكر أن رالي أبو ظبي الصحراوي ينطلق بجولة استعراضية خاصة من حلبة الفرسان في العاصمة يوم السبت 2 أبريل المقبل، قبل التوجه للصحراء القريبة من الربع الخالي لخوض 5 أيام من المراحل الصحراوية، حيث يختتم الرالي فعاليته في حلبة مرسياس في 7 أبريل.